السلام عليكم، ازيكم يا طلبة جريد 5؟ النهاردة إن شاء الله إحنا هنبدأ في تلخيص المنهج كله بتاعكم بتاع الساينس. تعالوا نشوف، هنبدأ يلا في كونسبت 1.1. المنهج بتاعنا بيتكلم عن إيه الأول كده؟ تعالوا نشوف. أول حاجة، إحنا المنهج بتاعنا بيتكلم عن إيه؟ طبعا دي معلومات في بداية الملزمة بتاعتي أو البوكلت بتاعي. يعني ده محتوى المنهج كله، هو عبارة عن تو ثيمز، وكل ثيم جواه يونت واحدة، وكل يونت فيها تو كونسبت. طب نبدأ الأول في أول أول كونسبت عندنا بيتكلم عن إيه. أول كونسبت عندنا هو السيم كله أصلا اسمه Protecting Our Planet، يعني حماية كوكبنا. كونسبت 3.1 بيتكلم عن Our Earth Resources، أو موارد الأرض بتاعتنا. واضح من الصورة اللي أنا جايبها إن الـ natural resources أو الموارد الطبيعية اللي موجودة على كوكبنا هي the soil اللي هي التربة، water اللي هي المية، plants اللي هي النباتات، animals اللي هي الحيوانات، rocks اللي هي الصخور، air اللي هو الهواء، the sun اللي هي الشمس. طبعا ده تلخيص للكونسبت كله بالعربي من كتاب سلاحف التلميذ. اللي يحب يقراه برضه ممكن يوقف وياخد سكرين شوت على ال اتش دي. وده الفوكاب بتاع الكونسبت كله، اللي بيحب يحفظ الفوكاب كله مرة واحدة. يلا بينا نشوف الكونسبت بيتكلم عن ايه. الكونسبت 3.1 اسمه هيدروسفير اند بايوسفير انتراكشن، اللي هو التفاعل ما بين الهيدروسفير اللي هو الغلاف المائي بتاع اللي على كوكب الارض، والبايوسفير اللي هو الكائنات الحيه او الغلاف الحيوي على كوكب الارض. اول حاجه بدا يقول living organisms need water too، ان الكائنات الحيه محتاجه الميه علشان drink, grow, survive، يعني تشرب وتنمو وتعيش. water can use, can cause withering and erosion، يعني المية على كوكب الأرض ممكن تسبب الحاجتين دول، withering and erosion. طب إيه الفرق بين كلمة withering و erosion؟ withering عندنا اللي هي إن مثلا ان الصخور تتكسر، erosion اللي هي تتنقل. بيقول هنا withering means the breakdown of rocks into smaller particles due to the effect of rain, wind and temperature. erosion means the transport of small particles of rocks to another place by water and wind. لو ما فهمتهاش عيد الحتة دي في الفيديو تاني. بعد كده بيقول هنا nearly three quarters، يعني تلات أرباع، or more than 70% of the earth is covered by water. So our planet looks like a blue marble from this space. يعني الأرض معظمها مية، عشان كده بتبان كأنها كورة أو بلية لونها أزرق في الفضاء. The total amount of water on the earth does not change even if water changes from one state to another. So we cannot make new water, but we can recycle water. يعني هو عايز يقول لك ان كمية المية كده كده ثابتة، حتى لو اتحولت من الستيت بتاعتها، يعني حالتها كانت صلبة او سائلة او غازية يعني زي ما هنشوف، لكن هي مش هنعرف نعمل مياه جديدة، لكن احنا ممكن نعيد تدويرها تاني.
water bodies on the earth can change from liquid state to. ممكن تتحول من liquid، ممكن تتحول لإيه؟ ممكن تتحول ل solid state by يعني زي ice by freezing، أو ممكن gas state يعني بخار مية by evaporation عن طريق التبخير. importance of water، إيه فايدة المية؟ طبعا المية مهمة، فايدتها إيه؟ human and animals drink water to survive. plants need water to grow. some animals and plants live in water. يعني إن المية مهمة علشان بتساعد الكائنات بتشربها، الزرع كمان بيحتاجه عشان يكبر. some animals، إن في بعض الكائنات بتعيش فيها زي السمك. uses of water، إيه هي استخدامات المية؟ بيقول هنا human use water in many purposes، يعني إحنا الإنسان بيستخدمها في أغراض كتيرة. bathing إن هو ياخد shower، traveling يسافر زي مثلا by ships، cleaning تنظيف، manufacturing اللي هي الصناعة، preparing food صناعة الأغذية أو إن هو يطبخ بيها يعني cooking، recreation اللي هو الترفيه زي ينزل في البسين مثلا. بعد كده water bodies on the earth، المية أشكالها إيه على سطح الأرض؟ فبيقول ممكن تبقى like oceans and seas، المحيطات والبحار، lakes اللي هي البحيرات، rivers اللي هي الأنهار، estuary اللي هو تداخل الريفرز على السيز، run off اللي هو زي الستريمز أو اللي هو المجرى جريان المية يعني، أو الجداول، ground water اللي هي المياه تحت الأرض like springs and wells. طيب هو هنا بقى بيشرح لنا يعني إيه، فبيقول water bodies on the earth, oceans and seas، يعني إيه كلمة بحر أو محيط؟ فبيقول they are large water bodies that always contain salt water، مساحة كبيرة مليانة مية مالحة. lakes، lakes they are water bodies surrounded by land، يعني مساحة مية وحواليها الأرض من كل ناحية، وممكن تبقى fresh water أو ممكن تبقى salty water، يعني ممكن تبقى فيها مية بحيرة عذبة أو بحيرة مالحة. rivers اللي هي الأنهار، they are water bodies that always flow from areas of high altitude to areas with low altitude، يعني مية تتحرك من مكان مرتفع لمكان منخفض، indefinite channels في قناة محددة، ولازم تبقى fresh water يعني مية عذبة. estuary it is water body at which the fresh water of a river meets salt water of sea or ocean، يعني المكان اللي بيدخل فيه المية العذبة اللي جاية من الريفر مع السولت ووتر اللي هي جاية من السي اور اوشن. ران اوف، ران اوف ممكن نسمي ان الران اوف ده عبارة عن سمول ريفر، نهر صغير. it is the water body that is formed of water from rain or melting of snow and moves into rivers or ground، يعني لما التلج بيسيح هي المية بتتحول لمية وتنزل على الجبال كده لحد ما توصل للأرض. ground water it is the water that lays beneath the earth، beneath يعني under، يعني المية موجودة تحت سطح الأرض. water is one of the renewable resources on the earth because it has what is called water cycle in nature. هو بيقول إن المية تعتبر متجددة، ليه؟ لأنها بتدخل في water cycle يعني في دورة المية. الدورة بتاعت المية دي اللي هي إيه؟ زي اللي هي مرسومة قدامنا كده، إن water presence in water bodies on the earth evaporates، إن المية هتتبخر into the air forming clouds، ويكون سحاب. water return back to the earth، المية ممكن ترجع تاني للأرض during raining لما بتمطر. وبيقول هنا the four earth systems are، إحنا عندنا على كوكب الأرض كلها four
سيستمز. مين الفور سيستمز دول؟ جيوسفير اللي هو الأرض، هيدروسفير اللي هي المية، أتموسفير اللي هو الهواء، بايوسفير اللي هو الكائنات الحية اللي عندنا. وأنا كاتب اختصار لكل واحدة. طب نبدأ بأول واحد اللي هو جيوسفير اللي هو الأرض. It is the system including all the layers of the earth. يعني هو السيستم اللي فيه كل الأرض، crust, the mantle, and inner and outer core. This system contains. السيستم ده ممكن يبقى فيه إيه؟ ممكن يبقى فيه rocks، صخور، minerals اللي هي المعادن، soil اللي هي التربة اللي بنزرع فيها، landforms اللي هي كل أشكال المظاهر السطح بتاعة الأرض، mountains, valleys, يعني ممكن يبقى جبال، أودية، أو أي حاجة تانية، molten rocks inside the earth اللي هي الصخور المنصهرة اللي جوه الأرض بسبب الحرارة الكبيرة دي. طيب لحد هنا خلصنا جيوسفير. نمبر 2 اللي هو مين بقى؟ هيدروسفير. هيدروسفير it is the system including all the water on the under above the earth. يعني أي مية على الأرض أو تحت الأرض. The system contains oceans المحيطات، seas الأنهار البحار، rivers اللي هي الأنهار، ground water اللي هي المياه اللي تحت الأرض، glaciers اللي هي اللي هي ممكن نقول عليه إن هي النهر المتجمد. بعد كده atmosphere ده number 3. Atmosphere اللي هو the system that includes all the gases around the earth. هو الغازات اللي حوالين الأرض. The atmosphere is usually called air واللي احنا بنسميه الهواء. Air is a mixture of many kinds of gases such as. بيبقى عبارة عن مجموعة من الغازات فيها اللي هي زي الأكسجين والكربون دايوكسيد والنيتروجين جاز. طيب number 4 عندنا اللي هو biosphere. It is the system includes all living organisms on the earth. هو يضم كل الكائنات الحية اللي على الأرض. Such as human, animal, plant. يعني سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات. وبيقول هنا there are interactions between the different four systems. ممكن يحصل تداخل أو ممكن نقول إيه تفاعل ما بين الكائنات الأربع أنظمة اللي موجودة. في حاجة اسمها بايوم. بايوم ده اللي هو مين؟ اللي هو ممكن نقول عليه زي ما يعني إيه منطقة ليها نفس الخصائص بتاعتها. It is a large region منطقة كبيرة of the world من العالم has a similar soil, climate, plants and animals. زي ما بنقول عليه إقليم كده مع بعضه في نفس يعني مثلا زي غابة كبيرة، مناطق الغابات الاستوائية مثلا دي عبارة عن مناطق كبيرة وفيها نفس بيعيش فيها نفس الحيوانات ولها نفس طبيعة الجو ونفس النباتات. طيب ممكن نقسم مثلا salt water fresh water المياه العذبة والمياه المالحة. salt water that forms 97% يعني فيها يمثل مساحة كبيرة جدا من المية 97% 97% of the water on the earth and is found in oceans, seas, gulfs and some lakes. الفريش ووتر بقى دي represents يدوب 3% بس of water on the earth and it is found in rivers, rain water, ground water and most of lakes. وشرحناها قبل كده. ممكن يبقى الووتر ممكن تبقى سي ووتر ممكن تبقى فريش ووتر. ممكن نقسم الووتر برضو شالو اريا اند ديب اريا. شالو اريا اللي هي المنطقة اللي هي نوت ديب مش عميقة، لكن ديب ووتر اللي هي المنطقة العميقة دي. يبقى دلوقتي شالو ووتر which contains coral reefs ممكن يبقى فيها شعاب مرجانية. intertidal zone اللي هي المنطقة اللي فيها اللي على الشط اللي بيحصل فيها المد والجزر اللي هي المية تطلع وبعدين ترجع تاني. It is the area along the coast that disappears underwater
at the high tide appears at land low and disappear at the low tide. يعني المنطقة بتختفي لما المية تبقى في الهاي تايد، يعني المية ترتفع وبترجع تظهر تاني في اللو تايد لما المية ترجع تاني. ديب اريا اللي هي المنطقة العميقة which are called abyssal zone. These areas are very deep so that sunlight cannot reach them. عشان كده مش بيوصل لها أشعة الشمس، يعني تشوفها مظلمة شوية كده. ليه؟ لأن هي مش بيوصل لها أشعة الشمس. types of water. some water ecosystem، تعالوا نشوف كده the comparison between ponds, streams and ocean and seas according to type of water اللي هو نوع المية والwater movement حركة المية. species live in اللي هي أنواع الكائنات اللي بتعيش فيها. shape اللي هو الشكل. طبعا منسوش احنا بنتكلم على مين، انا بتكلم عن اللي هي البوندز والستريمز والاوشنز. بوند ستريم اوشن، بوند ستريم اوشن. يلا بينا نشوف types of water، نوع المياه اللي موجودة في البوند اللي هي fresh water. ستريم اللي هو النهر برضه fresh water. في الاوشن لا، المحيط لازم يبقى salty water. الwater movement في البوند بتبقى still water streams running water، في يعني المياه بتجري. في الأوشنز and sea بتبقى constantly moving in forms of waves، بتبقى فيها أمواج يعني برضو بتتحرك running water. species live in البوند، هنلاقي إيه في البحيرة؟ هنلاقي water lilies اللي هي plants اللي عليها الصغيرة دي. some insects في حشرات. some types of worms وديدان such as lichens and salamanders. في salamanders اللي هي شبه الليزرد والفروجز اللي هي الضفادع. طب في الرن اوف هنلاقي some mosses، هنلاقي catfish اللي هي شبه القراميط شوية، trout وهنلاقي crayfish. forms of waves هنلاقي، بس سوري، هنلاقي في الاوشنز بقى هنلاقي kelp, dolphins, starfish, flounderfish. طيب بعد كده هيتكلم عن حاجة اسمها مايكروبلاستيك. مايكروبلاستيك ده عبارة عن بقايا البلاستيك لما أو البلاستيك لما بيتقطع لحتت صغيرة جدا جدا عن طريق أشعة الشمس. عشان كده بنقول إن البلاستيك لما بيترمى في البحر ده حاجة خطر، مش حاجة مش كويسة. مايكروبلاستيكس they are formed when the plastic waste is broken down into small particles by wind, sunlight, and waves action in sea. Aquatic organisms cannot differentiate between the real food and the plastic wastes. يعني ممكن كائنات ما تميزش ما بين أكلها وما بين البلاستيك، فتضطر إنها فتبلع البلاستيك. So they can eat these pieces of plastic and get harmed، وده هيضرهم. Rivers carry plastic waste materials from land to the oceans. والأنهار ممكن تنقل البلاستيك ده لحد الإيه؟ لحد البحيرات أو لحد الأنهار، لحد المحيطات كمان. دي كل الساينتفك تيرمز الموجودة في الكونسبت. دي كل give reasons الموجودة في الكونسبت والانسر بتاعها. دي كل ال what happens اللي موجودة في الكونسبت والانسر بتاعها. وكده وصلنا لكونسبت 3.2. أتمنى إن كونسبت 3.1 يكون بقى كويس بالنسبة لكم، تكونوا استفدتوا منه. طبعا ممكن طبعا تشتري الملزمة من المكتبة. ممكن لو في عندك أي استفسار ممكن تكتبولي في الكومنتس وهرد عليك إن شاء الله. ممكن نحل مع بعض الأسئلة على من المعاصر أو بني على زوم لو تحبوا. أتمنى إن الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وأشوفكم إن شاء الله في الكونسبت اللي بعده. باي باي.